إلا باب الغرفة يطق. على طول جاء في راسي إنه يوم حقين التنظيف يا حقين الصيانة حقين الفندق، وفتحت الباب مباشرة إلا في وجهي ضابط شرطة. محترف بلوت ودك بطريقة تطلع فلوس؟ بلوت في اي بي من اشهر الالعاب الموجودة للبلوت، وبلوت في اي بي ما تنسى لاعبيها، ودائما جايبت لنا دوريات عليها جوائز مالية او جوائز داخل التطبيق، وفي عندهم دردشة عامة داخل التطبيق، وهذه من اهم الميزات اللي داخل تطبيق في اي بي بلوت. تقدر تتحدث وتتحدى، مع الخير نلعب حكم. تقدر برضو تلعب بلوت داخل الجلسات العشوائية او الجلسات الخاصة على حسب مهاراتك، والزين فيها انهم يبدون من المبتدئ لين توصل الى درجة العب باقرة اللي هم انا طبعا. البلوت في نظامين يلعبون، ناس دائما تلعب بالنظام التقليدي وناس دائما تلعب بالنظام المحترفين. ولكن اذا انت تبغى تشارك في الدوريات في شيء مهم لازم تسويه، لازم توصل للمرحلة رقم 5. هذه المرحلة تقدر تشارك في الدوريات وتكون فرصتك اكبر للحصول على الجوائز. لا تنسى ان بلوت في اي بي توفر دوريات بشكل اسبوعي، والموضوع مرة حماس. حملوا التطبيق وخلنا نشوف اللعب الحماس. طيب يا جماعة الخير، قصة اليوم ترجع لعام 1424 بالهجري. القصة هذه صارت مع شخص اسمه خالد. خالد جماعة الخير كان يدرس في المرحلة الثانوية، بعد قرر انه يدرس جامعة ويكمل دراسته عشان ياخذ شهادة البكالوريوس. هذه المرحلة جت بعثة، والبعثة هذه كانت الى فرنسا عشان يكمل شهادة البكالوريوس. فجاء اليوم اللي راح يطلع فيه من السعودية لفرنسا، راح يا جماعة الخير يخلص امور البعثة حقته، اتجه الوزارة وخلص اموره داخل الوزارة كاملة، قالوا له خلاص دراستك راح تبدا بعد 4 شهور، وحجز التذكرة وطلع في اليوم الموعود الى المطار واقلعت طيارته ونزل في فرنسا. طبعا الشخص اول ما ينزل مدينة إلى مدينة ثانية أول شيء يبحث عنه السكن، يروح يتعرف على جامعته، راح اختار سكن قريب لم جامعته عشان يقدر يروح بشكل مستمر ولا يتحصل فيه غيابات أو تأخير للكورسات حقته. وصار بعدها طبعا في السكن هذا برضو ساكنين معاه برضو ناس من الخليج، تعرفون كذا في كل منطقة مثلا في أمريكا أو في فرنسا أو في إيطاليا لما تروح الأماكن هذه في معروفين أن السكن هذا مخصص للخليجيين اللي يجون عشان الدراسة. هذا السكن يكون مقسم بينك وبين الروميت حقك أو الشخص اللي يكون معاك في نفس الغرفة عشان تقل نسبة الأجار وانت برا، يعني بدال ما تدفع $1000 يصير اللي معاك يدفع $500 وانت تدفع $500. وتستمر الأيام، وخالد قاعد يدرس في أول سنة وثاني سنة وثالث سنة وكان شخص متفوق لأبعد درجة. في يوم من الأيام طبعا والجو بارد قرر خالد انه يروح للسوق عشان يشتري ملابس شتوية. في لحظة انتقاله من السكن للسوق كان يتواصل مع هلا وقاعدين يقولون له احنا بخير وبصحة ولا تشيل هم، أهم شيء انك ترجع ومعاك الشهادة. وقف خالد سيارته عند المواقف حقت السوق، فتح الباب وهو قاعد يتواصل مع هلا. اول ما قفل الباب بيلف يمين كذا الا يصطدم في بنت قدامه، قال لا معليش ايام سوري. اول ما قال ايام سوري اللي هي تناظر فيه كذا وقاعده تحدق النظر فيه وقاعده تناظر فيه بشكل قوي، قالت له انت سعودي؟ طبعا اول ما قالت لي كذا وانا قعدت اناظر فيها واتمعن فيها، لاحظت برضو من ملامحها انها برضو بنت سعوديه. الا في لحظات بسيطه البنت قاعده تبكي، تكفى ساعدني واني انا في امس الحاجه لك. طبعا هذا الكلام كله وهي قاعده تبكي، حاول يهديها خالد وسحبها كذا على جنب وشرى لها مويه ويبغى يعرف ايش سالفتها، وهي قاعده تبكي كذا والناس قاعدين يناظرون فيه هذه ايش سالفتها وانت ايش مسوي للبنت هذه. قال لها خالد خلاص لا تشيلين هم وانا راح اساعدك، بس انت اهدي وعلميني انت وش فيك، ولازم نطلع شوي عن السوق لان كل الناس قاعده تناظرنا. تقدموا كذا لعده خطوات كذا من السوق وجلسنا على كرسي وكنت بعيد عنها وانا قاعده اتخاطب معها، قلت وش فيك وش صاير لك علميني بس. وقامت تشرح له وقالت له اني انا بنت من السعوديه وابوي من اكبر التجار الموجودين هناك، وابوي انشغل عننا بشكل مره كبير وتركنا، صار هم بس التجارة وكم أقدر أدخل مبلغ في اليوم، وصار في البيت لا رقيب ولا حسيب حرفيا داخل البيت، وقاعدة تقول مد خالد أبوي نظامه بس يعطينا فلوس ويحسب أن الفلوس هذه كل شيء نبغاه، حنا كان ناقصنا الأب والقائد والحنون لنا واللي يحبنا كلنا، ولكن ما حصلنا من أبوي غير أنه بس يعطينا فلوس ويطلع من البيت ويختفي لفترات طويلة. خالد هو كذا قاعد يفكر ويناظر فيها، قال أكيد أن أبوها أعطاها فلوس ما هو لمهم ومنتبه لهم نهائيا، ويعتقد أن هذا الشيء اللي قاعد يسويه هو إرضاء لبيتهم، ترك البنات وترك البيت لا من رقيب ولا حسيب، حس بضعية الأمانة وفي غربة. صدق إذا شفت في الغربة شخص من نفس جنسك أو من نفس قبيلتك أو من نفس يا شيخ عربي فقط، رأيت شخص عربي حرفيا تتمسك فيه، تدري إنه ما راح يخونك أو ما راح يسبب لك مشاكل أو ما راح يجيب لك مشاكل بنسبة 99%. المهم خالد سمع هذه البنت تكرر كلمة بشكل كبير اللي هي ليتك يا أبوي ضيعت فلوسك ولا ضيعت عيالك. خالد بعد ما سمع الكلمة هذه انصدم، عرف إن أبوه
لهم أجرم في حقهم إجرام ما بعده إجرام. قاعد يقول خالد ودي أقابل هذا الشخص وأشوفه اللي سوى كذا في بنته، وبنته أصلا طلعت من السعودية وعاشت في فرنسا. المهم خالد نخوة فيه ويبغى يساعد هذه البنت، وقرر إنه ياخذها وبرضه يشتري لها من الكافي اللي قريب لمهم عشان يخليها تهدى بشكل كامل. قالها خالد خذي تقهوي وبعد ما تخلصين راح أفهم عليك، أنت تقهوي أنا شوي وراح أجي. اللحظة اللي خالد كذا قاعد يتمشى كذا في الأسياب يبغى يشوف إيش السالفة وما يدري إيش يسوي لهذه البنت، ودق صدره للبنت هذه وقال لا تشيلين هم وأمورك إن شاء الله كلها في السليم، وقاعد يفكر برضو زيادة من الشخص هذا اللي عنده الأموال هذه كلها يفرط في بناته ويخليهم يكرهونه ويطلعون برا ويعيشون برا وينسون أهلهم. أيوة هنا بدأ الموضوع الأساسي. بعد فترات خالد رجع للكافي اللي حصل هذه البنت طالعة من الكافي هذا، قالت له شكرا الله يعطيك ألف عافية. قال لها خالد لا تشيلين هم إن شاء الله أمورك كلها راح تكون ممتازة، وأنا ما راح أتركك على هذه الحالة فراح أساعدك لين ترجعين إلى السعودية، لا تخافين ترى الإسلام حثنا على فعل الخير، فهو دين ندين الله به، والحياة نعيش فيها السعادة والراحة والطمأنينة، والله سبحانه وتعالى برضو أنزل كتابه وأرسل لنا رسوله وأبلغنا بكل ما يصلح النفوس ويسعدها. المهم قام خالد يقول لها من هذا الكلام إلا ثواني ولا البنت قاعدة تبكي، حسيت إن كلامي أثر فيها بشكل مرة كبير. فسألتها سؤال وقلت لها من أحب الناس لك؟ قالت لي أمي. قلت لها ليه اخترتي أمك؟ عاد معروف طبيعة الأم إن الأم أكثر إنسان في البيت يحبك ويعتني فيك. قالت له لأن أمي تحبني مرة، وبرضو زيادة على كذا أمي تعبت علي وما ترد لي أي طلب أبغاه. قال لها طيب إذا هذه أمك اللي تحبينها وتعزينها وأمك اللي تخاف عليك وعطتك كل شيء، ربي سبحانه وتعالى أرحم فيك من أمك، مفروض تكنين الاحترام ربي سبحانه وتعالى بشكل مرة كبير وتحترمينه، ربي هو اللي عطاك الجمال وعطاك النعمة وعطاك كل شيء حولك، ولكن أنا راح أساعدك. اللحظة اللي قاعد يقول لها خالد إني راح أساعدك والربي رحوم وراح يرحمك وراح يغفر لك كل شيء سويتيه في حياتك، صارت البنت تبكي أكثر من قبل. قال لها خالد لا تخافين أنا راح أساعدك وراح أكون معك، وإذا صارت لك أي مشكلة ترى أنا ساكن في حي اسمه سانسيلا، وشرح لها خالد المكان اللي هو ساكن فيه والفندق برضه، وغرفتي رقمها 427، إذا احتجتي أي شيء على طول توجهي ذاك المكان وتعالي وبإذن الله راح تحصليني وراح أساعدك. المهم خالد قرر يطلع من السوق اللي كان واقف فيه واللي صار فيه الموقف هذا كله، كنسل إنه يشتري وحرفيا ضاق صدره بعد ما شاف الموقف هذا، ركب سيارته شغل سيارته هو بيتحرك بسيارته بيرجع للفندق الا في شخص قاعد يطق عليه القزازه، التفت الا هي نفسها البنت، قعدت تشكره وتقول الله يعطيك الف عافيه على الشيء اللي سويته لي وباذن الله ربي ما راح يضيع لك فضل. المهم طلعت بسيارتي ورحت توجهت للفندق ونسيت مرة اليوم الاول واليوم الثاني، ومرت حوالي ممكن 3 ايام. في اليوم الثالث كان يوم دراسي ومنشغل خالد لابعد درجه، كانت ذيك الايام اصلا ايام اختبارات ومنضغط لابعد درجه. المهم في اليوم الرابع يا جماعه الخير كان اخر يوم للاختبارات، وانا راجع للفندق توني بفتح الباب اللي حصل ظرف موجود تحت الباب، على طول الشخص اول ما يجي ظرف يبغى يشوف من الشخص اللي ارسله وش الشيء اللي جواه، على طول سحب الظرف هذا وحصل رساله، نزل على طول للعنوان وحصل رساله ان الرساله هذه مكتوبه من رهف. من هذه رهف؟ هي الشخص اللي تقابل معها عند السوق. فاستغرب خالد قال يا الله نسيت موضوع هذه البنت بشكل كامل، وكان خالد برضه يبغى يشوف ايش صار عليها ان شاء الله ان امورها زينه وكل شيء تمام. اخر الرساله حصل خالد انها كتبت له شكرا لك على لطفك وحسن تعاملك معي وما راح انساك ابدا. في الاخير الرساله هذه من رهف. قلب الورقه خالد كذا وقعد يقرا ان هي كاتبت له اني راح اقول لك كلام، ولكن هذا الكلام ترى راح يضايق، الفتره اللي جيت فيها لفرنسا ترى انا سويت معاصي وسويت اشياء كثيره خلتني بعيده عن ربي، وهذه المعاصي لها كانت بسبب ان ما عندي رقيب ابدا. راح تستغرب لو قلت لك اني احبك، ممكن تعتقد اني كذابه لاني قلت هذا الكلام لناس كثير. وفي باريس برضو تعرفت على شابين بحثا عن شيء اسمه السعاده والحب. لا تستغرب يا خالد لان صدق من اول ما جيت فرنسا ما حد قد قال لي ان هذا الشيء خطا وانه راح يوديك لطريق الهلاك. وما اخفيك برضو جتني قبل امس دعوه من اختي، صارت الان بنتين اللي موجودين رهف واختها. فلا تستغرب يا خالد ترى قبل امس اختي جابت رساله، والرساله هذه او دعوه، والدعوه هذه كانت لحضور احد اعياد الميلاد، والحت اختي اني احضر الحفل هذا. كانت دائما تمدح خوي صديقها وتقول انه مره شخص كويس، فابغاك يا رهف تجين تشوفينه. كانت الرساله اصلا طويله
اللي مرسلتها رهف الخالد، قالت له تكفى يا خالد الحق على اختي قبل ما تطيح في الفخ مرة ثانية. واختمت هذه الرسالة بالمكان اللي تسكن فيه والايميل حق التواصل حقها. مثل ما انتم عارفين القصة هذه زمان قبل 20 او 25 سنة، كانت الايام هذيك التواصل كله عن طريق الايميل. واستغربت انا قلت يا ساتر هل في ناس وصلوا للمرحلة هذه برا؟ المهم بعد ما اخذت الرسالة كذا قفلتها وحطيت الرسالة وانسدحت على السرير. قام خالد كذا يفكر في السالفة، وش صاير؟ وش الافكار هذه؟ وش الاشياء اللي في راس البنت هذه؟ شيء غريب مرة. قلت الحل الانسب اني اتواصل عن طريق الايميل واحاول انصحها وابين لها اشياء تسويها. كتب داخل هذه الرساله قال لها يا راف ابغاك تروحين للفرن وتشغلين النار وتحطين يدك على النار، اذا قدرتي تتحملين حراره النار فابغاك تروحين مع اختك، اذا انت ما قدرتي تتحملين ترى نار الدنيا جزء من 70 جزء في نار الاخره، يا راف انتبهي لنفسك وخافي على اختك وعلى نفسك، في الموت راح يجي لاي انسان موجود في العالم، كل يوم يمر فانت قاعده تتقدمين للموت. وبديت اذكر لها بعض الاحاديث والايات الكريمه، بعدين قررت ارسل الرساله. ارسلت الرساله هذه وعلى طول طلعت من البيت اخلص اموري الخاصه بالدراسه وبرضه الخاصه بالبيت واشتري اغراض البيت، ولكن كل شوي افكر في الرساله ودي ارجع البيت عشان اشوف هذه الرساله هل في شخص ارسل لي او لا. الساعه 10 يا جماعه الخير توجه خالد للفندق حقه، دخل الغرفه شوي الا يشوف في رساله كتب داخل هذه الرساله، قال يا راف ابغاك تروحين للفرن وتشغلين النار وتحطين يدك على النار. يا خالد على الكلمات هذه انت دائما تحسسني ان الدنيا بخير، ولكن انا يا خالد اموري زينه، ولكن اختي وش اسوي باختي؟ ابغى اختي تتوعى وتفهم ان الشيء اللي قاعده تسويه خطا. وقعدت تقول له كلام طويل عن اختها، وكتبت لها خلاص ان شاء الله الامور زينه بس ابغى منك خدمه بسيطه انك ما تكثرين النقاش مع اختك، وراح اتعاون انا وياك باذن الله نخلي اختك تهدى ولا تروح للاشياء هذه، وانت مالك الا الدعاء فادعي لاختك الرب يهديها واهتمي بنفسك. المهم مثل ما انتم عارفين قبل 20 او 25 سنه كان اعز شيء على الانسان يا شريط يا كتاب، قررنا ياخذ لها كتاب ويرسل لها، ولكن انا خايف اني اروح لها، ما ابغى اروح لها لان ما ابغى اطيح في فتن او اطيح في مشاكل عندها. قررت اني ارسل هذا الكتاب عن طريق البريد، يعني في بريد كيف نص الحاره، قرر انه يروح له عشان يرسل هذا الكتاب. المهم قلت خلاص بعد الجامعه بطلع من الجامعه بمر احد المكاتب بشتري لها كتاب، كان الكتاب هذا باسم الرحيق المختوم. المهم رحت وغلفت هذا الكتاب عشان اوديه لمكتب التوصيل ويرسل له. وصلت الان يا جماعه الخير عند مكتب التوصيل. المهم اول ما دخل على المكتب حق البريد لف وجه الموظف قال لا ابغاك توصل هذا الطرد الى احد الاماكن القريبه هنا. قال له وين؟ يعتقد انه بيقول مدينه بعيده او مكان شوي يعني بعيد عنهم نص ساعه ساعه يعني المرحله هذه، ولكن لاحظ موظف البريد ان المكان قريب ما يبعد ولا 8 دقائق. قال له يا ابني هذا الطرد اللي تبغى تشحنه موجود في باريس، ليه ما تروح توصله؟ قال له لا انا ابغاك توصله لاحد الفنادق الموجوده هنا. نظر فيني كذا موظف قال لي ايش فيك انت مجنون فيك شيء، ولكن معليش عطني عنوانك من فضلك اللي هو وشو عنوان خالد وين ساكن. فعطى خالد العنوان من طيب نيه. هنا يا جماعه الخير بدت القصه، حسبت موظف البريد وطلعت على طول للفندق. دخلت بعد 20 دقيقه بالضبط الا باب الغرفه يطق، على طول جاء في راسي ان يا حقين التنظيف يا حقين الصيانه حقين الفندق، وفتحت الباب مباشره الا في وجهي ضابط شرطه قال لي اسمك خالد انت مطلوب امنيا وعندنا امر بالقبض عليك. قال له وش السبب وش صاير؟ قال والله انا ما ادري جايتنا اوامر بالقبض عليك فراح كل شيء تفهمه في المركز. المهم قلت له خلاص ثواني راح ابدل ملابسي واجيك. راح خالد برضه بدل ملابسه وراح معاه الى احد مراكز الشرطه اللي في باريس. نزلنا ودخلنا على احد الضباط، اول ما جاء في وجهي ضابط الشرطه حق التحقيق قال لي اجلس، نظر فيني كذا قال وش اللي داخل الصندوق وش سبب ارسالك؟ قال له يا ابن الحلال هذه هديه انا مرسلها لاحد معارفي ساكن في هذا الفندق. قال له طيب ليه ارسلتها عن طريق البريد؟ المكان قريب لمك، ليه ما راح توصلها انت بنفسك؟ اكيد ان هذا الصندوق يحتوي على اشياء ممنوعه وانت اصلا وراك بلاء غريبه، في شخص يرسل هديه في مكتب البريد المكان يبعد عنه 18 دقائق، انت اكيد عندك مشكله. ايوه هنا خالد بدت تتقلب عليه المواجهه، هو في بلد غريب وما هو في بلده، شيء جديد عليه اللي قاعد يصير. قال له يا ابن الحلال والله الصندوق اللي قدامك انه ما في شيء، تقدر انت الحين هذا الصندوق قدامك افتحه وشوف اذا هو في شيء ولا لا، يعني لك حقيه التفتيش انا اعطيك الحقيه فتش وشوف ايش داخله يا اخي. المهم اخذني ضابط التحقيق وقال ودوه للتوقيف، كل مره يجيني عسكري يسالني نفس السؤال ليه ما وديت الصندوق بنفسك؟ انت اكيد وراك بلاء، كان المره الاولى والمره الثانيه والثالثه وكلها على نفس السياق،
كلهم يسألونه نفس السؤال هذا. قال يا ابن الحلال والله العظيم ما في شيء، هذا الصندوق أنا أرسلته للبنت، والبنت هذه ما هي حلا لي لأن الإسلام وديني يمنعني من الشيء هذا، عشان كذا ما بغيت أتقابل معها شخص بشخص، فقررت إني أرسله مكتب عن طريق مكتب البريد عشان أتجنب مقابلتها شخصيا. مثل ما تعرفون عاد فرنسا مرة مدققين في الموضوع هذا. أول ما قلت لهم هذا الكلام زاد طين بلة، زاد تعقيد تعقيد حرفيا، صاروا ينظرون بنظرات غريبة، صار ما حد يحترمني، كانوا يرمون علي الكلام القاسي وبأحيان يضربوني، قالوا أنت ورك بلا برضو زيادة على كذا، أنت وضعك يا ولد مشكوك، كنت فيك شيء. هم بس يبغون يثبتون أي دليل على خالد عشان يقطونه في السجن. المهم أنا حسبت إن الموضوع راح ينتهي بسرعة، قررت إني أخذ لي محامي. أول طول الموضوع قعد فترة طويلة معاي، وأنا في التوقيف وإجازتي اللي كانت بعد الاختبارات ما استفدت منها، قررت أجيب محامي عشان يشوف موضوعي وش صار علي. المهم وكل يوم أدعي ربي إن ربي يفكني من المشكلة اللي أنا طحت فيها. المهم الشرطة عرفت إني أنا جبت محامي، لما انتبهت إني جبت محامي وما في أي دليل عليه فقرروا إنهم يطلقون سراحي، وقعدت ما يقارب 22 يوم داخل السجن وأنا قاعد أعاني مع ذي المشكلة. جاي يدخل ضابط يتكلم، جاي يدخل ضابط يمد يده، وكل ذي 22 يوم كنت أفكر وش صار بذا البنت، هل هدية وصلت أو ما وصلت، عقدني الموضوع بشكل كبير. المهم طلعت من قسم الشرطة وأنا متدهور وقاعد أفكر في ذي البنت، ونزلت تحت عند سيارتي وشغلتها وطلعت على طول للفندق. دخلت الفندق أبغى أدخل غرفتي وأفتح غرفتي وأحصل كل شيء محيوس ومقلوب فوق تحت، ما اهتميت في الغرفة ورحت مباشرة على الكمبيوتر عشان أبغى أشوف الإيميل وش صار على البنت، وفتحت الإيميل مباشرة وحصلت داخل الإيميل 12 رسالة وزاد همي هم. بعدها قررت أكتب رسالة لها واعتذر لها وبين لها اللي 22 يوم كنت محبوس في السجن، وقعدت ما يقارب إلى 3 أيام وما جاني أي رد. مع العلم إن خالد كان يكرر الرسائل، يعني يرسل الحين رسالة بعد 10 ساعات يرسل رسالة، وبعد 10 ساعات كان يرسل رسالة ثانية. اليوم الرابع رجعت على الجهاز جتني رسالة على الإيميل، على طول جاء في راسي إنها هي اللي مرسلة، وافتح الرسالة على طول مباشرة لصدق الرسالة منها، ولكن كانت مكتوبة باللغة الفرنسية، وترجمت هذا الكلام الفرنسي مكتوب فيه من أنت. كتبت لها مباشرة أنا الشخص اللي قابلتك قبل شهر عند السوق، وخالد وهو قاعد يكتب باللغة العربية قاعد تجي رسائل باللغة الفرنسية، اكتب له بالفرنسي انا خالد انت مين، وكتب تحت مو انت الشخص اللي قابلتك في السوق. بعد فترة ما عاد جاني اي رد على الايميل، وانتظر اليوم الاول اليوم الثاني وتجيني رسالة بالفرنسي، وكانت باسلوب يعني شوي فيه استحقار، كاتب فيه باللغة الفرنسية ان الايميل هذا مخترق له ما يقارب 10 ايام وشوي كلام يعني يكون شوي جارح لخالد، كاتب له تحت هكر فرنسا. هنا انقطعت الامال وقلت مستحيل اني اقابل هذه البنت، رحت للاماكن اللي قلت ممكن اقابلها وجه بوجه او اني اشوفها بالصدفه، ولكن والله لا هذه ولا هذه، انقطعت جميع الاخبار عن هذه البنت. طبعا خالد كمل دراسته كلها، كمل الدراسه وخذ الشهاده، جاء اليوم الموعود اللي يرجع فيه للسعوديه، خذ الوثيقه حق التخرج، طلع على المطار بعد ما ضف اغراضه كلها وركب طيارته ووصل للسعوديه. ايه الحين القصه العجيبه اللي صارت في السعوديه. المهم رجعت انا للسعوديه طبعا متخرج مرتبه شرف، فقعدت ما يقارب ممكن 3 أسابيع الى شهر. يوم من الايام دخلت علي اختي واشوف كذا في نظراتها فيها ابتسامه وعندها موضوع حابه تفتح لي، قالت لي يا خالد بما انك انت الحين تخرجت مرتبه شرف باذن الله راح تحصل عمل في اقرب وقت، وش رايك يا خالد انك تتزوج، هذا الوقت المناسب الان للزواج. قلت لاختي خلاص ما في مشكله ابدا، شوفي الموضوع باذن الله خير. قامت اخت خالد تقول له عن صديقتها، قالت ان عندي بنت والبنت هذه جاهزه للزواج، وش رايك يا خالد تستخير وتشوف الموضوع. راح خالد استخار، ربي كتب انه ياخذ هذه البنت. قلت لها خلاص تمام، ولكن الان ترى ماني جاهز للزواج، راح نخطب. تعرفون يعني الخطبه دائما تقعدون ناس 2 شهور 3 شهور 4 شهور، ولكن خالد قال لا انا احتاج من 10 شهور إلى سنة، وبعد 10 شهور صار حفل الزواج. المهم بعد 2 أو 3 شهور من الزواج، في يوم من الايام رحنا لاحد العيادات القريبه عندنا، قرر خالد انه يفحص زوجته. يوم فحصوا صارت زوجة خالد حامل وفي بطنها ولد، مر الشهر الرابع مر الشهر الخامس والسادس والسابع، في الشهر الثامن دائما امراه الحامل تطلع للسوق عشان تجهز ملابس ولدها الجديد اللي راح يجي باذن الواحد الاحد، جهزت كل الاغراض وفي بعض الاشياء انقصت. قال لها خالد مشينا نطلع للسوق نجيبها ونرجع. اللحظه هذه صارت شوي كارثه، الكارثه هم طالعين السوق زوجة خالد ويراقي الدرج طاحت على جنبها وحست بوجع شديد داخل بطنها، فعلى طول خالد خذاها وطاربها على طول للمستشفى، وقعد خالد ينتظرها في الاستراحة حقت النساء، وكان ينتظر الدكتورة تبشره وش في زوجته. مر الوقت وانا قاعد انتظر في استراحة الرجال، شوي لجوال خالد يتصل. المهم جاني اتصال على جوالي وناظر الجوال له رقم زوجتي ورد عليها واللي هي قاعدة تكلمه، ولكن كان صوتها تعبان مرة، قاعدة تحاول تهدي خالد. خالد هنا انهبل، زوجته في الشهر الثامن فيها مولود وزوجته تعبانة، قاعد رايح جاي ما يدري وش يسوي، حاسة
فحصت كل أوراقه. بعد نص ساعة من الانتظار يا جماعة الخير شوي وتطلع الدكتورة مع الباب، كانت تطمني على حالة زوجتي، قالت إن شاء الله إن الأمور تمام تقدر تدخل تشوف زوجك. دخل خالد ونظر زوجته أمورها تمام الحمد لله، تدخل وتشوف زوجك. ولكن شوي وجتني الدكتورة وقالت لي اسمع ترى لازم تكون زوجتك عندنا في المستشفى، ما راح تقدر تطلعها، قالت عشان ما يتأثر الجنين. مر اليوم الأول، خذ نفسه خالد وطلع وركب سيارته ورجع للبيت. في اليوم الثاني حب وهو كذا رايح لزوجته يجيب لها هدية. في دائما تعرفون في المستشفيات دائما حقين النساء والولادة دائما يكون كذا في محل تحت، المحل هذا يا جماعة الخير اللي يبيع الورد ويبيع الهدايا. قرر يدخل ويبغى يشتري ورد لزوجته الا في رجال قدامه ملتحي وجهه ابيض وجهه بشوش مره، ومقبول هذا الرجل اللي قدامه بشكل كبير. قعد خالد ما يقارب 5 دقائق في المحل وهو طالع للرجال هذا يناديه، وقاعد يناظر اصلا في خالد كانه يعرفه، قال له السلام عليكم، رد عليه خالد عليكم السلام انت خالد؟ قال له هي نعم. كان هذا الرجال يا جماعه الخير معاه زوجته ولده الصغير. شوي هذا الرجال الملتحي اللي وجهه بشوش قال ما يد خالد هذا ولدي خالد ولده الصغير. وخالد الحين الكبير هذا منصدم، مش ذا ولد صغير ذا مين؟ قال له الشخص الملتحي ميد خالد الصغير رحل سمية، يقصد ان هذا الولد مسمى على خالد هذا الشخص اللي قدامه. طبعا خالد الكبير ما يدري من هذا ولا يعرفه ولا قد قابله نهائيا. خالد زيادة على كذا برضو منصدم، كيف هذا الشخص يعرف اسمي ومسمي ولده علي؟ خالد قال اكيد ان هذا الشخص مشبه وصار فيه تصادف اسماء. يكلم خالد كأنه يعرفه من زمان. شوي للرجال المبتسم هذا نظر في خالد وضحك، قال شكلك مستغرب كيف عرفت اسمك صح؟ قال له خالد والله اصلا ما ادري من انت، قلت شكل انك شخص مشبه علي. الشخص هذا البشوش الملتحي قال ميد خالد تدري انت اكثر شخص اغار منه؟ خالد استغرب، ليه تغار مني وش مسوي لك انا؟ قال ذبحتني هذه الحرمه فيك، حتى ولدها سمته خالد عليك. انا قلت شو السالفه؟ وش دخل الحرمه هذه وش دخل خالد؟ خالد ما يدري عن اي شيء للحين منصدم، بنت تقول انها مسميه ولدها عليك ورجال ملتحي موضوع صادم وجاي يبغى يزور زوجته. المهم يا جماعه الخير قال الرجال انت ما تدري عن اي شيء، تعال بقول لك. قال له تدري ان زوجتي هي البنت اللي انت قابلتها في باريس؟ ايوه هي نفسها البنت اللي قابلتها انت بباريس، كانت دائما تدعي انها هي تقابلك، كانت دائما تبغى ترد لك الجميل، ولكن شافتك اليوم وانت داخل المستشفى وقالت لي مباشره ترى هذا خالد هو الشخص اللي ساعدني يوم كنت في فرنسا. خالد قاعد واقف كذا منصدم، ما ادري الحين ايش اقول له وش اسوي، انا الحين منصدم حرفيا. خالد اكيد انه بيكون منصدم، ما يدري وش راح يصير مع ذا الشخص اللي قدامه مع ذا البنت اللي قابلها في فرنسا، ولكن سبحان الله يا الصدف اللي جمعتهم داخل هذا المستشفى. الرجال قال ميت زوجته ولدها خلاص روح للسياره. اول ما راحوا للسياره وقام الرجال هذا وحضن خالد وقال عطني رقمك، وانت تتوقع انك ما انت مصدق الاشياء اللي قاعد تشوفها الان، ولكن والله العظيم الشيء اللي قاعد تشوفه قدامك ترى شيء حقيقي وواقعي، زوجتي هي البنت اللي قابلتها في باريس. ولكن خالد باقي منصدم. وبس اللي هنا وصلنا نهايه هذه القصه. طبعا القصه هذه مكتوبه يا جماعه الخير، راح تحصلون رابط القصه هذه موجود تحت في الديسكربشن، قد طرحتها قبل ولكن في ناس طلبوا مني اني اجددها باسلوب ثاني. اللي عنده قصص طويله نفس كذا برضه يرسلها لي في الخاص، ولكن لازم تكون طويله يا جماعه خير، ما احب القصص اللي تكون ابو 5-6 دقائق. لهنا وصلنا نهايه مقطع اليوم، واشوفكم في امان الله. السلام عليكم يا جماعه الخير.